المزرعة بدأت بكام راس حلاب يا دكتور؟ احنا بدأنا اول ما اشترينا 500 راس حلاب هولشتاين، وكان فيهم 50 سيمنتال فرنساوي. الوقت الحمد لله بقينا 2200 راس من انتاج المزرعة، وزودنا العجلات الحلاب من 350 اول ما بدينا الى 1000 حلاب كله من انتاج المزرعة. والحمد لله الذكور بنربيها وبنسمنها وانتاج المزرعة وبتدخل لمشروع الصدقات والهدي والأضاحي بتاع بنك الطعام. هل ممكن اللي عندهم رغبة في إنشاء مزارع الألبان يجوا يزوروا المزرعة يتعلموا ويكتسبوا الخبرة؟ الحمد لله احنا نعتبر نموذج للمزارع، الجامعات ومراكز البحوث، الشركات الكبيرة، أصحاب المزارع بيجوا يتفرجوا هنا، بيشوفوا التصميم، بيشوفوا التكنولوجيا، بيشوفوا الحاجات دي كلها. هيشوف ايه يا دكتور؟ قول لنا مكونات المزرعة. المبنى ده 3 أدوار، تحت المحلب وفي التنكات اللي احنا بنخزن فيها اللبن، تبريد والسي اي بي والغسيل والحاجات دي كلها والتبريد. تاني حاجة الدور التاني الدور الإداري، واحنا عاملين فيو مفتوح بحيث المهندس أو الدكتور اللي قاعد شايف المزرعة الـ 24 ساعة بحيث ان هو متابع. تاني حاجة الدور اللي فوق استراحة للمهندسين والدكاترة. المبنى التاني اللي قبلنا دي مبنى للعمال، سكن العمال، وفي المغسلة وفي المطعم. عجبني قوي يا دكتور احترام كل من يعمل داخل هذه المزرعة، مطعم حلو، سكن حلو، اسلوب حياة محترم. احنا لازم نوفر ده للناس علشان الناس يبقى عندهم انتماء وحب للمزرعة، ويبقى ابن المزرعة وما يسيبهاش ويجيله فرصة تانية ويروح في مكان تاني والحاجات دي كلها. المستقبل عامل ازاي للمزرعة؟ احنا الحمد لله يمكن احنا عاملين خطة استثمارية لمدة 5 سنين هنعرضها على مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار في بنك الطعام المصري 2021-2026. فاحنا من ضمن الحاجات اللي احنا مقترحينها ان احنا نعمل محطة بيوجاز، محطة كهرباء هتولد من المخلفات بتاعة المزرعة، ودي هتتعمل بنظام البي او تي، شركة ألمانية هتعمله وهتبنيه بحق الاستثمار، هتاخد حق انتفاع 25 سنة وبتدي لي إيجار وبتدي لي كهرباء بسعر رخيص جدا. المشروع الثاني ان احنا عاوزين نعمل مصنع لتعبية منتجات الألبان والخاص بوفرة ان شاء الله، بحيث هننزل ببراند هيتباع في السوق وبراند تاني ممكن يتوزع على التغذية المدرسية او للكرتون اللي احنا بنوزعها للناس المحتاجين لخدمات بنك الطعام، الكرتونة الشهرية، بحيث بدل ما عبي عند الغير وصلنا عند الغير الجبن والحاجات مني يبقى عند المصنع الخاص اللي يكفي احتياجات بنك الطعام، وفي نفس الوقت نبيع في السوق بحيث ان هو يجيب دخل اضافي للبنك الطعام. الدكتور